كل يوم نحن بتنطرح مجموعة من المبادئ الأساسية في الدستور. فاليوم كان في مبدأ دستوري تم مناقشته يتعلق بالجيش والأمن وقوى الأمن يعني والجيش وموقعها في الدستور وكيف ممكن يصاغ المكتب البن المبدأ الدستوري الخاص فيها. جميع الوفود الموجودة إن كان وفد النظام أو وفد المعارضة أو حتى وفد المجتمع المدني هم متساوون في الحقوق وجميعهم قدموا عناوين دستورية قبل بدء هذه الجولة وتم اختيار عنوان دستوري من العناوين الأربعة من وفد المجتمع المدني وهو عنوان سيادة القانون. وسيقوم وفد المجتمع المدني في اجتماع الغد بتقديم صياغته الخاصة حول مبدأ سيادة القانون مثله مثل بقية الوفود.